في شأن المغاير، تعززت الساحة الإعلامية المحلية بولاية سوق هراس بمولود إعلامي جديد المتمثل في المؤسسة الإعلامية طاغس للصحافة، وهذا بهدف تفعيل الإعلام الجواري معتمدة من طرف وزارة الاتصال. الافتتاح تم بحضور عدد من المراسلين الصحفيين الشباب. أكثر تفاصيل في ميكروفون رشيد مقدم. هذه المؤسسة سوف تصدر عما قريب الجريدة الورقية الأسبوعية الرياضية طاغس الرياضية، وقبل نهاية العام 2016 سيتم إصدار جريدة طاغس الإلكترونية. حاصلة على دبلوم طاغس مراسل صحفي، يعني هذا الدبلوم هو تأشيرة الدخول إلى ميدان الصحافة. نبارك هذا المولود الإعلامي الجديد للمؤسسة الإعلامية طاغس للصحافة، والذي من شأنه أن تتعزز به الساحة الإعلامية على الصعيد المحلي والوطني وكذا الدولي. هذا المولود الإعلامي من شأنه أن يضيف لبنة جديدة في مجال الصحافة.